السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا اليوم وصفة تقليدية جدا مصرية أصيلة. أي حدا بيجي على مصر لازم يأكل الرز المعمر. الرز المعمر المصري من الوصفات الجميلة جدا اللي أنا جربتها وحبيتها كتير. اليوم رح أعملكن ياه حلو مو حادق، هو كمان بنعمل وصفات حادق. كمان رح أعملكن ياها بافتكاسات جديدة شوي، إضافات بسيطة، وكمان رح نعمل عصير صيفي منعش جدا رح تحبوا، سحلب، بس هذا السحلب تبع الصيف. تابعوني لحتى تشوفوا الوصفات. أول شي عندي صينيتين رح ضيف عليهم سمنة، رح أدهن الصينية بالسمنة كتير منيح من كل الأطراف. فيكي بدل السمنة تستخدمي الزبدة. رح ضيف كوب رز مغسول بكل صينية. عندي لترين حليب، رح ضيف عليهم كوبين سكر، ظرفين فانيليا أو معلقتين صغار، ورح ضيف زبدة. يعني أنا تقديريا تقريبا يعني ضيفة 4 معالق زبدة، فيكي تزيدي وفيكي تقللي مثل ما بتحبي. وعندي قشطة الحليب رح ضيف عليها. بس هي هي الوصفة بكل بساطة. رح ضيف هلأ الحليب، طبعا الحليب ساخن، رح ضيف عليه رح ضيفه على الرز. طبعا بكل ثانية رح ضيف كيلو. رح أضربكم بالمعلقة حتى أتأكد إنه الحليب توزع والرز اندمج مع الحليب. أنا حبيت إني أنا أضيف قطع مانجا، وهذا شيء اختياري. فيكي تختاري أي نوع مانجا متوفر عندك، وفيكي تختاري الفاكهة الموسمية الموجودة ببلدك، مثلا مشمش، دراء، خوخ. قطعت المانجا لمكعبات، رح ضيفهم على الصينية الأولى. رح حرك بالمعلقة لحتى يتوزعوا. الصينية الثانية ضفت عليها حبات كرز، ومثل ما قلت لك فيكي تكتفي بانك انت ما تضيفي فاكهة، بس اللي هو الرز والحليب. وهي هاي الوصفة التقليدية جدا من دون اي افتكاسات. ضفت كمان مع المانجا 2 كبار جوز هند. المانجا مع جوز الهند بيعملوا هيك نكهة لذيذة جدا. هلا على صينية الكرز انا ضفت قرنفل حبات، يعني 5-6 حبات، بيعطي نكهة كتير طيبة. الصينيتين كل نوع نكهته غير التانية، في اختلاف فعلا. رح دخلهم على الفرن. الفرن انا طبعا حميته مسبقا، رح حطهم بالفرن. هلا الفاكهة اللي عندي رح اتركها على جنب، ورح ابدأ اني انا احضر المشروب تبعي. رح ابدأ اضيف الفاكهة اللي عندي بالابريق. انا عملت ابريق بنكهة المانجا، وابريق تاني رح اعمله بنكهة الكرز. عندي حليب انا مدوبة فيه سكر، وكمان ضيف عليه فانيليا، هو سخن. رح ضيف عليه نشا وحركه، اتأكد انه هو اندمج. اخده على النار، على نار متوسطة، ضل عم حركه لحتى يصير قوامه كريمي شوي، مثل ما انتو شايفين كريمي وبنفس الوقت خفيف مو تقيل. رح ضيفه على الابريق، على قطع الفاكهة اللي انا حضرتها. كتير كتير المشروب مميز. السحلب محبوب
وبظن انه كل البلاد بتحبه بالصيف وبالشتاء، وكتير سهل وبياخد وقت ابدا. انا رح اترك الابريقين على جنب يهدوا شوي، وبعدين رح دخلهم على التلاجة لحتى يبردوا تماما، وبعدين رح اقدمهم مع التلج. هلا صواني الرز المعمر صارت جاهزة. انا من وقت للتاني لازم افتح الفرن وشوف واتأكد اذا هي ما لها بحاجة ضيف لها حليب. اذا حسيتها محتاجة حليب ممكن ضيف للصينية كاسة او كاستين حليب لحتى يطلع قوام الرز مو بس مستوي، كمان هيك يعني في طراوة وجوسي بنفس الوقت. ما رح قلكن ريحتها كتير كتير طيبة. طبعا نستناها لحتى تبرد. بالشتاء بتاكليها سخنة كتير لذيذة، بالصيف بتاكليها باردة بتلاقيها كمان ألذ وألذ. وصفة من أروع الوصفات اللي ممكن تجربوها. أنا حطيت رشة جوز الهند عليها، وكمان افتكست أكتر رحت حاطة آيس كريم، وكان هاد أحلى اختراع أكلته بحياتي. يعني تلاقي هيك الآيس كريم قاعد عم بيسيح على قطعة الرز المعمر، تيجي بتاكلي بتلاقي كرزة من جناب على نكهة القرنفل مع الرز. الرز طعمه كتير كتير طيب، ميكس مكونات رهيب، طعم خرافي، أسهل حلو ممكن تحضري، كتير كتير طعمه طيب ومميز. أنا بنصحكم تجربوه بشدة فعلا، يعني أكتر حلو أنا بنصحكم أنه أنتوا تجربوه، رح تحبوه. كتير سهل، ولما تجربوه قولوا لي رأيكم بالتعليقات. وطبعا ما تنسونا من اللايك والشير، وما تنسوا انكم انتوا تدعمونا، لانه نحنا دايما منضل نكبر بمحبتكم وبدعمكم لإلنا. وانتظرونا بفيديوهات جديدة. انا رشحت لكم فيديوهات لوصفات حلويات باردة بدون فرن، كتير رح تعجبكم، جربوها وخبروني رأيكم. ونتلقى بفيديو جديد، وسلام.